زي ما كنت بنوه انا وكريم في بدايه الحلقه، هنتكلم اكيد في الفقره دي باستفاضه شويه عن فكرتنا كاس العالم للانديه كاجمالي او اجماليا يعني، وهنتكلم كمان عن مشوار الاهلي في اللي جاي اللي احنا بنوقفش، كسبنا خسرنا رابع عالم ثالث عالم اول عالم احنا بنكمل، وده حصل قبل كده وهيحصل بعد كده. هنتكلم كمان في دوري ابطال افريقيا، وكمان عايزين نتكلم على المستوى المحلي، الدوري الممتاز منتظرنا، لا تفاصيل كتيره جدا. بس خلينا نرحب في البدايه باستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح النور. نورنا كالعاده استاذ جمال. منور الدنيا كلها استاذ جمال، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام طبعا، يعني كان نفسنا نتقابل في ظروف اسعد حالا من كده. كما يستحق النادي الاهلي وكما يتماشى مع قدرات لعيبته. انا مش عارف نبتدي مع حضرتك من فين، هل نبتدي من ماتش امبارح فلامينجو، ولا الماتش اللي قبليه ريال مدريد، ولا من الاول المشوار، ولا تحب نبتدي اللي يعجبكم؟ بس اجمالا لازم نقول ناكد على حاجه مهمه جدا، ان احنا بنتكلم في مشاركه عالميه. طب يعني مش بنتكلم بقى. لا مش بنتكلم في مساله ان انت ما عرفتش تتاهل لكذا، ما خدتش كذا، انت بتتكلم في اللي هو قمه طبعا المسابقات اللي ممكن تشترك انت فيها. انت في حته تانية خالص يا استاذ جمال. كدا. انا في حته تانية، انا النادي الاهلي في حته تانية يا جماعه. انتوا بتتكلموا في ايه؟ عشان كده لازم النقطه دي اساسيه جدا. احنا بنتكلم في اننا ليه ادائنا وليه نتائجنا في الماتشين الاخيرين ما كانتش على المستوى المرجو. صحيح. بس على مستوى عالمي. فطبعا دي نقطه فاصله جدا، عشان ما حدش يفتكر ان احنا لما بننتقد احنا بنلوم لعيبه او بنلوم المدرب. احنا بنتكلم على رغبه في اننا نبقى في مستوى عالمي، وده شيء كويس في حد ذاته. كمان نبتدي بقى من الماتشين الاخيرين اللي هو ريال مدريد و يا ريت نشوف ايجابي وسلبي ايه. دول الاثنين نتيجه المباراتين لا تعبر بدقه عن مستوى الاداء. يعني احنا كان ممكن جدا النادي الاهلي في الماتشين دول الطبيعي انه انا طبعا هنقول لا هو انتوا بتتكلموا في ايه، هو الماتش خلص خلاص. بس احنا بنرصد ايه اللي كان ممكن يحصل. ريال مدريد انت كنت لغايه الدقيقه 87 او 90 2-1 كانت 2-1، ولما ضاعت ضربه الجزاء بتاعه ريال مدريد انت خلاص كنت داخل على ان المباراه هتنتهي كده. لكن حصل، ودي نقطه بقى اللي احنا نتكلم عليها، عدم التركيز الواضح جدا في واجبات كل لاعب. يعني انت دلوقتي عايز تلحق تتعادل، في نفس الوقت لازم تكون بتفكر ان ما يجيش فيك اهداف طبعا. وبعدين فرقت المهاره طبعا. يعني مهاره اللعيبه لعيبه الريال من لعبتين بيجيبوا جون طبعا. وده برضو يطرح عندنا قضيه مهمه جدا، قضيه ان ازاي هو بيقدر في دقيقه يجيب الهدف وانت بتضيع اهداف طبعا. فده كله ناهيك عن كميات الميس باس الوافره اللي شفناها واللي ناتج عنها تهديدات والاخطاء لما تيجي تشتت لعبه دفاعيا ما ينفعش ان هي تترد عليك طبعا، تبقى طريق لاحراز هدف طبعا. فدي نقاط كلها لو كان التعبير دقيق هي تفاصيل صغيره جدا لكنها مؤثره، لكن اللعيبة مش مخضوضين على الاقل، ما شفناش الخضه دي. لا لا بالعكس، شفنا بصراحه تنافسيه حلوه. احنا في اوقات كتير انت كنت راكب الجيم وفجاه بتلاقي، هو ده الفيصل بقى، فجاه بتلاقي تركيزك قل، الخطوط عندك اتفتحت بطريقه غريبه جدا. يعني مثلا افتكر لقطه الهدف الثاني بتاع احمد عبد القادر، شفت هو اتحرك ازاي والمهاره والكلام ده كله، وبعدين بعديها ايه اللي حصل؟ بتتكلم على فلامينجو بقى في الحاله دي، انا بتكلم على فلامينجو. اوكي. يعني ان انا ده اصل هما الماتشين انا حاسس ان هما شبه بعض، نقطه التحول مشتركه، قاسم مشترك. بالظبط، ما هو ده اللي ايه اللي يخليك تتساءل. انت مثلا في ماتش فلامينجو في توقيت معين انت كنت 2-1 برضه. أيوه. انت اللي كسبان. أيوه. فازاي يحصل الهدفين او الثلاثه اللي جم؟ طبعا مش منطقيين يعني. بلغه الكوره انت لو عايز تدافع
حتى بعد طرد خالد عبد الفتاح الموقف بقى واضح ان انت اتنقلت لمرحلة تانية اللي هي مطلوب منك دفاع فقط. طبعا. مش مطلوب. ورغم هذا في ظل هذا الدفاع انت عملت هجمات وضيعت اهداف. زي ما بيقولوا في كرة القدم اللي يضيع يستحمل. صحيح. يستقبل. ما هي دي بقى النقاط اللي احنا يعني اكيد هنمر عليها بس مش عايزين نقف عندها لان عندنا اللي هو الايه عندنا ملف تمام لا يعني لا لا يعني مثلا مظبوط. باختصار برضو احنا مع الماتش الاول والتاني لا انت فارق المستوى بينك وبين الفريقين التانيين سواء سياتل مع ان سياتل كان عندهم قوه بدنيه وسرعه رائعه لكن بس انت قدرت تتصدى انت عندك المهاره وعندك كذا وتقدري تضيعي وما يجيش فيكي قدام ريال مدريد وفلامينجو الموقف يختلف اللي هتضيعيه هيتحسب هيتقلب عليك طبعا هيتقلب مباشره بس في حاجات كده برضو وتاني هرجع اوضح احنا ما بنعلقش ابدا اي حاجه على شماعات مش النادي الاهلي اللي يعمل كده بس في نقاط برضو حابه اتكلم فيها بصراحه بما ان احنا بنتكلم عن الملف ده وهنقفله انا لفت نظري جدا امبارح قصه ان حكم الساحه بيتم استدعائه من قبل الفار مره واثنين وثلاثة وبيبقى في اعتراض على قرارات الفار ده مش عليه علامة استفهام شوية؟ هو ممكن يكون عليه علامة استفهام بس برضو الفار هنا مهمته خلينا نتكلم بصراحة يعني هو لغى ضربة جزاء هو ما كانش كانت ممكن تتلعب ضربة جزاء ما هي دي النقطة أيوة لغى ضربة الجزاء بس اداكي حقك برضو يعني اداكي حقك في إلغاء ضربة الجزاء لكن في نفس الوقت اللعبة فيها من خارج منطقة الجزاء فيه تلامس مش جامد على فكرة يعني هو تلامس خفيف ممكن الاثنين اللعيبة وهم بيجروا حصل تلامس خفيف بيقع بالظبط بدليل ان خالد عبد الفتاح يعني. وقع يعني اختل توازنه فممكن ان هي تتحسب غير كده لكن خلاص بما انها اتحسبت كده انا بتكلم بقى على المرحلة اللي بعد طرده بعد خروج خالد عبد الفتاح دي اللي كان مفروض على طول انت بتستدعي بقى كل قوتك الدفاعية حتى في كل اللعيبة مش لازم انا مش بتكلم على التغيير بتكلم كمان على يعني تستنفر عند اللعيبة اللي موجودة الاداء الدفاعي اللي هو انا ما عنديش هدف تاني في فرق بتقعد شوطين المباراة كلها مدافعة وما بيجيش فيها جوان منتخبنا عمل ده قبل كده كتير كتير وده مهم جدا انت يعني في مرحله معينه في المباراه دي كان ما كانش مطلوب منك غير الديفنس اللي هو المنظم بحيث انه لا يبقى فيه حد يعدي ولا فيه اخطاء قاتله اللي هي ممكن تبقى هديه للمنافسين طب حضرتك قلت من شويه ان وده قاسم فعلا مشترك في اخر ماتشين سواء ريال مدريد او فلامينجو البرازيلي ان الدنيا كان ماشي حالها الى حد كبير لغايه لحظه بعينها اللحظه دي التفقيد التفكير اتشل التركيز راح فبالتالي الثغرات اتفتحت ونتج عن ده ان احنا شباكنا استقبلت هدفين وثلاثه مظبوط تمام هل ده منطقي انه يحصل يعني مثلا في ماتش ريال مدريد مثلا ارجع اقول لحضرتك ان لغايه ما كانت النتيجه 2-1 لريال مدريد هنقول كانت الامور ماشيه بشكل منطقي أيوة. لكن بدون اي مقدمات كل حضرتك تفضلت بيه حصل فانا دخل فينا جولين بالمعنى الحرفي ما لهمش لازمه ايوه وده اتكرر في ماتش وضيعت فرص كان ممكن ان انت تخلص بيها البطوله ما هو ده مهم قوي عشان كده احنا قلنا على ايه اللي بيضيع فرصه سهله بعديها مباشره يعني انت عندك مشكله شويه وده باعتراف الجميع في انهاء الهجمات ايوه ليس كل الهجمات بعضها بس البعض ده بعض الهجمات دي ممكن تخلص ماتش يعني انت لما يكون عندك فرصه بتاعت في مباراه فلامينجو بتاع محمد شريف في التوقيت اللي انت مضغوط وجبت جون بقى 3-1 هتفرق معاك جدا طبعا يعني هتلاقي حتى المستوى العام اتغير بتاع الجيم انت بقى ادائك فيه ثقه وهم ادائهم زي ما حصل فيك انت بعد ما بقوا 3-2 و4-2 ايوه يعني اقصد هنا اضاعه الفرصه المحققه
بيفرق كتير جدا. هي بيفرق كتير واتكلمنا عن النقطه دي كتير. فكره هنا انك بتلعب لعبه حلوه جدا. وعلى فكره احنا قلنا الكلام ده قبل ما الاهلي يواجه ريال مدريد، قلنا احنا عايزين نشوف كوره حلوه جدا وان اللعيبه يلعبوا ويعملوا اللي عليهم والتوفيق بعد كده في النتيجه يعني بتاعت ربنا، ومحدش بيبقى ليه يد فيها قوي. بس تعمل وما كناش بالظبط لو كناش هنزعل يعني لو عملت اللي عليك وزياده والنتيجه كانت مش صح برده. ده ريال مدريد يعني. نأكد بقى النقطة. نأكد انت قلت حاجه مهمه قوي، بس ده ريال مدريد هو ده، وبس ده فلامينجو. ان هو زي ما انت قدرت تفرض عليه في اوقات كتير اداء كويس، ممكن جدا مدرب تاني ولاعيبه تانيه يادوا الماتشين دول دفاعيا على طريقه كروش خالص. اقفل اقفل صح؟ صحيح. لا هو برضو قد يكون سبب شويه لشكل النتيجتين دول ان احنا حاولنا نجاريهم. ما هو برضو هنا نقطه الفوارق في المستويات. صحيح صحيح. في فرق ممكن تجاريها طول الوقت، في فرق ممكن تجاريها بعض الوقت. صح. قضيه منطقيه بقى. كل والجزء. ايوه انا كلام حضرتك مظبوط. على كل حال استاذ جمال لو ما كانش الاهلي برضو عمل اداء محترم امام ريال مدريد، لا هو عمل الاداء مش ما كانتش الصحف الاسبانيه وحضراتكم احنا ما بنقولش كلام بقول لكش انا اروح جريده الجمهوريه ولا مش عارفه ايه المساء الرياضي، يعني بقول لك روح للصحف الاسبانيه شوف اتكلمت وقالت ايه بعد مباراه الاهلي تحديدا ريال مدريد. لما كان في واحد من الانشطات اللي لفت نظري جدا بيقول لك ريال مدريد شعر بالمعاناه امام الاهلي، هل ده احنا اللي كاتبينه؟ لا. فاحنا لا برضو تاني اقول احنا مش محتاجين ان احنا نطلع نقول لكم او نثبت لحد ان احنا لعبنا كويس، احنا لعبنا احنا مش بنبرر كويس ولا طبعا بندافع. لكن ليه الواحد بيقول ان هو زعلان؟ لان احنا كنا نستحق الافضل. ليه كنا نستحق الافضل؟ لان احنا افضل من كده ولان احنا في حته تانية خالص. على كل حال هنرجع للنقاط دي بس ولسه بقى عايزين نتكلم في اللي جاي يعني خلاص عايزين بقى في الباقي الصفحه لا دي. وعلى فكره لازم نتكلم في اللي جاي. لازم نقفلها بفخر يعني. صحيح. لا لا يعني طبعا ربع العالم يا استاذ جمال. بالظبط كده. ما انا عشان كده بنتكلم في ايه يعني. حته ثانيه. بس كده نروح فاصل ونرجع نستكمل حديثنا انا وكريم مع استاذ جمال، خليكم معانا. عوده لعشر الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. رجعنا عشان نكمل دردشتنا الجميله مع الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي اللي منورنا ومشرفنا في حلقتنا النهارده. بنحاول نطل معاه طله كده على رحله النادي الاهلي ومشاركته المونديالية الاخيره، واكيد كمان كلامنا لن يخلو عن ما هو قادم ان شاء الله، واللي قادم برضو اكيد يهمنا كلنا كاهلاويه سواء محليا في الدوري اللي احنا متصدرين، وحتى هذه اللحظه عندنا الفتره اللي جايه ماتش مهم مع فريق الاسماعيلي، وافريقيا كمان عندنا يعني مشوار بنبتديه مع الهلال السوداني ان شاء الله. بنتمنى كل التوفيق للاعبتنا. تعالى استاذ جمال نروح بقى شويه للي جاي. واخد بالك ولو عندنا وقت نرجع تاني ادينا رايحين جايين. واخد بالك ازاي اللي جاي عندنا محليا الاسماعيلي وعندنا افريقيا الهلال، شايف اللي جاي ازاي في ضوء اللي فات؟ هقول لك حاجه، احنا اولا انت جيت يعني في الحته اللي انا عايز اتكلم فيها اكتر. اتفضل. ان مونديال الانديه المشاركه فيه هدف. المشاركه في مونديال الانديه باي نتيجه تحققها. يعني اقصد ايه؟ ان دي محطه نهايه للبطولات اللي انت بتشارك فيها. فكونك بتصل الى المشاركه في كاس العالم للانديه ده في حد ذاته شرف جميل ورائع، وهي المره الثامنه وعايزين التاسعه. ده في ده حلم لبعض الانديه في العالم كله حضرتك. ما وصلوش لحد دلوقتي يعني. انا بقول لحضرتك حلم بعيد زي ما بتقول. الفريق المصري الوحيد الممثل للكرة المصرية والأفريقية في هذا المونديال هو النادي الأهلي 8 مرات. بالظبط. يعني ده تاريخ في حد ذاته. نرجع بقى للأهداف الحقيقية اللي أنت المفروض تسعى ليها. وأنا والله قبل كأس العالم للأندية وهنا في قناة الأهلي قلت إن أنا رأيي إن الدوري العام الدرع هو أهم الأهداف المطروحة أو الموضوعة أمام فريق النادي الاهلي. ده دايما اول طلبات الجمهور هي رقم كاس واحد. كاس عالم مش كاس عالم واحنا عايزين الدوري. بص طبعا. مساله ان انت تبقى عندك طموح انك تكسب كاس العالم او تاخد ميداليا دي انا بعتبرها زي ما قلت كده نهايه لمشوار نجاح. يعني انت نجحت في كذا خطوه تكليل للمشوار ده. يعني انت في الدوري اللي بيوصلك لكاس لدوري ابطال افريقيا ما ناخدها بالمقبول بالمعقول. ايوه. دوري ابطال افريقيا كاس عالم للانديه
وبعدين ترجع تلف تاني. فانت رجعت اللفه من اولها. وخلي بالكم برضو ان احنا كاس العالم للانديه المره دي احنا ما كانش لنا نصيب اصلا. يعني ده هي الاقدار. ده الاقدار هي اللي قالت لك خد حقك، لان الفرصه كانت ما كانش فيه عداله طبعا في مساله التاهل يعني. طبعا فجات لك واشتركت فيها باي شكل من الاشكال وحققت فيها ما حققت ولم تحقق ما اللي انت ما قدرتش تعمله. نرجع تاني بقى نلف من الاول. عندك الدوري العام، يجب ان لعيبه النادي الاهلي لما يرجعوا والجهاز الفني كولر يقفلوا تماما صفحه مونديال الانديه، وناخد بالنا بقى من عدم تكرار اي اخطاء حصلت قبل كده. اللي هي ايه؟ الماتشات الجايه هتبقى ماتشات متلاحقه، وبالتالي انت محتاج في الماتشات اللي جايه دي حذر شديد جدا في التعامل مع كل الماتشات، عشان الفارق اللي بينك وبين الانديه الاخرى طبعا الراغبه في المنافسه ما يقربش. يعني انت سايب دلوقتي الفرق بتلعب، واللي بيكسب بيكسب واللي بيخسر بيخسر، انت هترجع لهم تاني. فمحتاج الفتره الجايه منتهى التركيز في كل نقاط الدوري. ما تحاولش بقى ان انت تفتح المجال مره اخرى امام دخول المنافسين. طبعا. طيب خليني بس استاذ جمال، عشان طبعا الكلام ده لازم بقى نشوف تطبيقه ازاي على الارض. تمام. كويس جدا. انا رجعت دلوقتي من كاس عالم الانديه، وان شاء الله النهارده بقى هي التكييف عالي صح؟ عادي. لا لو نقلل التكييف. هو عالي وعادي. يعني عشان انا باجي هنا كح برضه. ايوه. نطلع بره عادي. ما انا كويس ان انا ما كحيتش غير مره واحده. ده احنا عندنا ضيوف بتكح كتير. المهم انا كنت بقول ايه؟ كنت بتقولي المهم نعمل كنا بنقول ان التكييف عالي. لا نعمل ايه؟ كاس العالم للانديه. لا نعمل ايه بعد ما رجعنا من كاس العالم للانديه؟ بالظبط. ونترجم ازاي هيترجم على الارض من ناحيتين استاذ جمال، من الناحيه الفنيه. من الناحيه الفنيه ومن الناحيه النفسيه، لان في لغه كره القدم عالميا. أيوة. وبيؤمنوا جدا بالملف ده. لازم اهل ده، انا باهل اللاعب لو كان في اصابه او في غياب ورجع مره تانية. أيوة. للفريق بتاعه او للمنتخب. انا دلوقتي ما بقولش ان انا اللعيبه بتاعتي راجعه منهزمه ابدا. بس هي راجعه برضه لازم يعني يكون حتى من بطوله لبطوله ستريس وغيره، لازم يكون في تاهيل نفسي وتاهيل فني. بالزبط. بالتالي التوازي مع بعض. فازاي ده يترجم على الارض؟ المفروض ايه اللي يحصل؟ هو ببساطه التأهيل النفسي انهم يثقوا تماما ان اللي حصل ده ما هوش صراع على حاجه صغيره. انت بتلعب على كاس العالم او في كاس العالم للانديه. أيوه. وبالتالي لما توفق او لا توفق في لعيبه تألقت جدا مكاسب يعني في البطوله، حسين الشحات، احمد عبد القادر، محمد هاني مثلا عودته بشكل قوي جدا. يعني احنا عندنا مكاسب من هذه المشاركه. التاهيل النفسي اللعيبه تسمع الكلام ده كويس قوي وتدركه كويس قوي، وتعود مره اخرى للتركيز زي ما قلنا في الدايره اللي النادي الاهلي فيها على طول. ما هي خلي بالك، هو مشكله الـ 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 الاداء او مشكله النادي الاهلي ايه؟ انه على طول بيلف اللفه ويرجع تاني، يبقى مطلوب منه يتفوق تاني. أيوة. المهم بقى في اول ما نبتدي نرجع الدايره تاني، يعني اول ما تبتدي الدوري مثلا ماتشاتك في الدوري. اول حاجه اظن هتتلعب الهلال في دوري ابطال افريقيا. ايوه. الهلال دي نقطه مهمه جدا، ماتش مهم جدا. انت خلاص اقفل على صفحه مونديال الانديه، وارجع بقى ابتدي شوف ازاي ترجع مونديال الانديه تاني. ما انت حط طبعا قدامك طبعا الهدف الاكبر. انت مونديال الانديه فرصه لتالق وظهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وكولر ايضا. وكولر طبعا. فهم هيبقوا راجعين وعندهم الهدف، المفروض يبقى الهدف الاساسي ارجع تاني ازاي طبعا لنفس المستوى كمان اللي انا كنت واقف عنده، وعشان كمان ممكن اقدم مستوى افضل. وممكن لان انت يعني ممكن لما بتشترك كثرة المشاركات بتدي خبرات طبعا. ونقول انه اما نلعب مع ريال مدريد 3-4 سنين ورا بعض اكيد
الاداء هيبقى افضل اكيد. وبالمناسبه اكيد للموضوع ده برضو انعكاسات عند العوده للمنافسه محليا مره تانية. لما تبقى لسه راجع من كاس عالم للانديه، لعبت فرق بحجم وثقل ريال مدريد، المفروض ان ما يكونش عندك مشاكل مع المنافسين محليا بعد كده ولا ايه؟ ما هو طبعا مهمه جدا، وفي نفس الوقت لازم نبقى عارفين اي حاجه حصلت في كاس العالم للانديه لها اسباب ولها تحليل معين بعد كده يتقال المدير الفني هيجي نشتغل على تصحيحه، نشتغل على تصحيحه طبعا. انما في مش عايزين الوقت ده، مش عايزين الموضوع ده ياخد وقت طويل. احنا عاوزين انت راجع هتخش على طول في دوري ابطال افريقيا مره اخرى مع فريق الهلال، فريق محترم الهلال السوداني طبعا، ولازم نحترمه جدا ونستعد له كويس جدا. بعد كده الدوري، وهتمشي بقى مشوارك العادي اللي هو طبعًا. دوري وابطال افريقيا تك 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 برضه الموضوع طبعًا. طبعًا. يعني وكاس مصر، ما انت عندك كمان ايوه، انت في واصل نهائي. فيعني عايز اقول ان هرجع برضه هي نفس والله نفس النقطه، لو كله يفكر فيها ويدركها، ان كاس العالم للانديه نهايه مشوار ينتهي كما ينتهي، مش قضيه مره اخد البرونزيه، مره اخد الفضيه، مره اخد ما اخدش اخد رابع. يعني طب ما امال الوداد اللي هو صاحب الارض يقول ايه؟ طب ايوه صح، لما خرج من اول ماتش طب وبعدين خلي بالك برضه ارض وسط جمهور، بس برضه في فارق كبير بين الوداد والاهلي يعني في التاريخ وغيره يعني. معلش لكن هو مستضيف وهو فريق قوي وهو بطل افريقيا طب. فمعنى ان هو يخرج والدنيا تهدى وخلاص مشاركه وانتهت. وما نسمعش كلام حد بقى اللي هو ايه مش قدك ويتكلم عليك. احنا اتكلمنا في الانترو عن الفئه دي، قلنا ان هي ليس لها علاقه ليس لها علاقه بجماهير الانديه المنافسه، لكن هي قله تعلم نفسها بتكلم. يعني لا بتكلم على وجهنا لهم تحيه الصبح. انا بتكلم على ده ما بيحصلش غير عندنا احنا. لا انا بتكلم على ايه يا كريم باشا؟ على من تسول له نفسه. ايوه حلو، من تسول الى من تسول له نفسه. انما ايه العادي الناس العاديه السويه وسوي اسوياء فاهمين وكل حاجه تمام. يعني ده ما بيحصلش غير عندنا احنا بس. لا بتلاقيه بيحصل طبعا. لا ممكن يكون مثلا بيحصل جمهور الرجاء يعاير جمهور الوداد عادي جدا. يعني الترجي والافريقي من قديم الازل في مناوشات بين جماهير قطبي كره القدم، هي موجوده. لكن اللي ما يشوفش بالغربال يبقى اعمى. لا هي موجوده يا استاذ كريم في كل العالم، بس ايه الـ زي ما بيقولوا الرك على ايه بقى، او الهدف ايه؟ ان انت تنفض. دي معروفه. ايوه تنفض اللي انت وفي روايه اخرى تكبر. روايه اخرى تكبر. والله طبعا، لانه تاخد فعلاً روايه ثالثه تسقط. ايه الروايات دي؟ لا 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 كريم النهارده هم اجبرونا على كده يا فندم، روايات كريم كوجو. لا فعلا يعني لازم نعمل كده، هو ده الطبيعي. انت طول ما انت بتشترك وطول ما انت ناجح في مشاركاتك الكلام هيبقى عليك كويس، في محاوله لايه بقى؟ ان هو يشتتك. لا انت مش انت راجل ليك اهداف محدده وبتشتغل عليها بالظبط، وحتى لما يكون في نقاط سلبيه احنا هنا بنقولها قبل بره، يعني قبل ما حد يقولها احنا بنقولها طبعا. يعني سواء على لسان مدير فني او على لسانه الضيوف والمحللين ومقدمي البرامج، ما عندكش حاجة بتخبيها. انت كل اللي انت بتعمله في العلن، يعني انت عايز تصلح موقف. لما يبقى مثلا عندك مشكلة في الهدافين بتقول، ما هو اصل حاجة انت مش هتخبيها، حتى جمهور الاهلي مش هيتقبل منك غير انك تقول الحقيقة. واخد بال حضرتك؟ يعني هو جمهور الاهلي واعي وفاهم كويس قوي، فاحنا بنقول اللي احنا شايفينه واللي الناس كلها شايفاه. صحيح. في النهاية انه لابد ان الملف يتقفل، وانا بشوف انه يتقفل بالعيوب والمميزات، ايجابيات وسلبيات. بس اتعلم بقى من السلبيات واشتغل على ان طبعًا. انت تعالج المشاكل اللي عندك حضرتك والنواقص اللي عندك. المشكلة عند النادي الاهلي في المنافسة مع المستويات الاعلى، اللي هي اعلى يعني على مستوى العالم. طب انت عندك مشكله خد بالك كريم على المنافسه مع الكبار. لما
يحصل عدم توفيق في جزء او في بعض المباريات، انت بترجع تشتغل على انك ازاي تحل ده، تحل المشكله. لكن على مستوى المنافسه بقى مع في الدوري، في دوري ابطال افريقيا، لازم ترجع زي ما كنت. يعني لازم ترجع زي ما كنت. ده في دور كبير جدا على الجهاز الفني ودور كبير على اللعيبه نفسهم. كويس جدا. واداره النادي عندها الوعي الكامل طبعا. يعني مش هقول لك مثلا مجلس الاداره ككل وكابتن محمود الخطيب طبعا. بما له من تاريخ في كره القدم، مر بمثل هذه الظروف ويعلم تماما ان هو ازاي هيتعاملوا كمجلس اداره مع فريق الكوره بدون تدخلات. ولازم نعترف بحاجه مهمه جدا، ان كولر حتى الان بصرف النظر عن الماتشين بتوع كاس العالم الاخيرين، نسبه نجاح كبيره جدا طبعا. وقد تكون الـ 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 العيب اللي بيوجه ليه انه بيغير في التشكيل، انه بيعمل، انه هو مجهز كل اللعيبه انها تبقى تلعب. يعني ما عندوش تثبيت التشكيل مهم، وممكن يبقى فيه ملاحظات على بعض الامور طبيعي. في ناس انتقدت ان هو بيشارك بعض العناصر الجديده في ماتشات مصيريه زي كده. لا، ما هو انا بقول لحضرتك، ما انا بقول لك ممكن نختلف في ده، بس برضه فيها جانب ايجابي اكيد، انه لما يبقى عنده ثقه في خالد عبد الفتاح ومروان عطيه ان هو يشركهم في مثل هذه المباريات، ما ده شيء كويس. عموما احنا بنتمنى ان اللي جاي ان شاء الله يكون احلى كمان. ان شاء الله يكون احسن باذن الله. ونشكر حضرتك على وجودك معانا في حلقه النهارده. نورتنا كالعاده. شكرا. نورتنا يا استاذ جمال، وبالتوفيق للنادي الاهلي، ناديه اللي بنتشرف بيه في كل البطولات اللي بيمثلنا فيها. بصراحه هو ما بيخذلناش، خلينا نقولها بهذا الشكل طبعا. فعلا نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، بس هتكون فقره طبيه صح كده، هتكون مع كريم ودكتور دينا ابو السعود.